Matsumani. المسجلين في المركز هذا هما 5371 ناخب. عندنا إلى حد الساعة 10 صباحا نسبة 17% قدر من أصواتهم، يعني 913 من 5371. نسبة الإقبال هي ما نقولوش ناقصة برشا، لا هي قريبة من الانتخابات التشريعية إلى حد الساعة 10 لحد الآن. يعني ثم خصوصية في الشيرة هذه لخاطر عندنا عباد تمشي للسوق الصباح لما تستمش لها واحد، ومن بعد يجي ويحب يعني يفضيه شوية ومن بعد يجي نحموش توا على نسبة. ما ثمش إشكاليات في الحقيقة، ثم إشكالية فقط واحد صوت بطاقة تعريف، جاء واحد آخر صوت نفس البطاقة، قبلنا على الأول ما قبلناش على الثاني، قلنا له شوف وضعيتك الأمنية كيفاش نفس البطاقة، احنا ما ندخلوش في هذا، اللي يزيد ما تدخلش في يعني في هذا. ما عدا ذلك ما عليه، حتى بالنسبه للملاحظين كانوا المعارض في الانتخابات خاصه التشريعيه نكون نلاحظوا عليهم توتر كبير بين بعضهم، ممكن كل واحد يدلو بيدلو ويدافع بشراسه على الممثل نتاعو، لكن المره هذه نشوف فيهم اصدقاء ونشوف فيهم نقعدوا مع بعضهم ونفطروا بعضهم ونفطروا مع بعض. ما نلاحظوش اليوم التونسي هذاك وذاك يعكس راهو المواطن التونسي، ويعكس ان التونسي استانس للمره الثانيه في فتره شهرين او اقل من ذلك وقليل، يعني استانس التونسي بالعمليه الانتخابيه، وهذه راهي رساله واضحه كل من هو ضد ذلك للإرهاب، وأيضا لمن يعني يحاول باش يعطل هذه العملية. أنا أقول هذه رسالة من المواطن التونسي اللي قاعدين نشوف فيه اليوم قاعد في صفوف يعني طويلة ودراسة تحت الشمس وصابر يستنى في وقت بكل هدوء وكل عملية انسيابية، يعني هذه راهو عندها تفسيرها كما قلت ضعف كبير في نسبة إقبال الشباب، يعني ملافت للانتباه فعلا، هي راهو زاد عندها برشا تأويلات وتفسيرات، لأنه الشباب ما لقاش يعني ما يطمح له أو ما يبحث عليه في يعني في الممثلين هذو، أم هو يعني خياراته ماخذها في الخارج كما قاعدين نشوفوا فيه، نهار الكل يبحث يعني باش يهاجر. وين باش يمشي بعيد وكذا بأي طريقة، هذا يراه يثير في الحقيقة كثير من نقاط الاستفهام، ويلزم مراجعة هذه على مستوى يعني على مستوى الناس الممثلين يعني نتاع القائمات يعني الرئيس القادم اللي باش يكون موجود يعني وكل ذاته.
ان شاء الله اللي تمشي بخير ان شاء الله الجيل. انا نحب على البيجي نتاع طانطاس امني وبيهي وكل شيء. احنا نتعاهد بورقيبه مريناش حاجه خايبه كان بورقيبه مريناش حاجه خايبه ياسر. انت عمري 72 ولا 73 سنه مريناش هالشيء اللي راه توا المعيشة في العبد اللي يخرج من برا في وليده ويخرج متحير عليهم في هل القتل وهالشيء اللي يعملوا فيه وهل الخومينين هالشيء يعملوا فيه هذا اللي نحب نقوله. كنا موجودين الصباح 7 متاع الصباح على منظمة عتيق وحضرنا على افتتاح مكتب الاقتراع. مشيت الأمور باهية معناتها فما ملاحظات عملناهم مرة أخرى يزون يتي بخيز ان كونسيديراسيون المرة هذي سي ديجا ان با مليزي جات معنا في حاجات بور لو مومون ما فماش حتى مخالفات ولا تجاوزات. ملاحظة وحيدة هي المشاركات نسبيا أقل من المرة الأخرى. إن شاء الله يطلعوا راقدين نهار أحد ويقوموا ويجيو ويشاركوا. يظلي 17 قبيلة شوية خاطر توا سمعت في 23% هذا اللي سمعته أنا ندور خاطر موبيل في السونتر هذايا ندور قالوا 23 توا وصلت.